رعاية معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع افتتح مركز المحامي لخدمات التقاضي في مقر جمعية المحامين الكويتية. هذا الإنجاز يعمل على تسهيل إجراءات المحامين وخدمة العدالة، حيث يشمل كافة خدمات التقاضي في جميع محاكم الكويت. افتتح معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع مركز المحامي لخدمة التقاضي، وهي خطوة للتعاون بين وزارة العدل وجمعية المحامين لتذليل عقبات المحامين وصور أخرى من صور العدالة الناجزة. بمناسبة افتتاح مركز التقاضي وتحديدا إدارة التنفيذ في قصر العدل، نقلنا جزء منها إلى جمعية المحامين حتى نحقق الشراكة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية بين كل من جمعية المحامين وإدارة الإدارة العامة للتنفيذ. إدارة جمعية المحامين حريصة على تسهيل إجراءات التقاضي وتقديم وتطوير الخدمات الملائمة في مركز يعمل على فترتين صباحية ومسائية. العمل اليوم في هذا المركز هو أعطى الحق للزملاء وزميلات المحامين أنهم يقومون بالعمل في رفع الدعاوي عن طريق هذا المركز في الفترة الصباحية والمسائية، إدارة التنفيذ في إجراءات إدارة التنفيذ وما بعد ذلك من الإدارات التي سيتم ضمها لهذا المركز. بالنسبة نتكلم عن إدارتنا، يخدم قيد الدعاوي في المحكمة الكلية ويشمل يخدم حق قسمين، في قيد الدعاوي وفي ضبط الدعاوي. مركز متكامل وشامل لكافة الإجراءات وخدمات التقاضي من رفع الدعاوي وتنفيذها بعد صدور الأحكام. مركز المحامي لخدمة التقاضي في جمعية المحامين الكويتية يأتي لتسهيل وتطوير الخدمات الملائمة لإنهاء إجراءة التقاضي في محاكم الكويت بأسرع وقت ممكن وأقل جهد، ومواكبة لأحدث التطورات العلمية في هذا الشأن. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.